الحمد لله على كل حال. ربي يرحمه ويسهل عليه. ما كان يعاني حتى من حاجه. والو الحمد لله ولا مرض. انا اللي وصلته نهار السبت على كل حال. لاباس عليه وقرا نهار الاول الحمد لله. كان في اتصال مع الوالده تاعو ما شاء الله الحمد لله. ما خص والو. قدر الله ما شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على كل حمد لله. من السبت هو في الإقامة. السبت الساعة 22 كان في الإقامة. أنا اللي وصلته بالسيارة تاعي على كل حال. وجيت مروح قال لي يا بابا روح بالعقل برك. والحمد لله. والباح كيف يحل هذا حتى 11 كان يحكي معكم العشرة؟ 11 و20 كان يحكي مع الأستاذ تاعو على كل حال. لاباس عليه طبعا. ناضلوا السطر ولا وشي على حسب هضر تاع الزملاء تاعو تما بعد التواصل بالهاتف قام ب الاخر طرق الباب فاذا باصحابه المجاورين في الغرف المجاوره له فتحوا عليه الباب وجدوه مغمى عليه فاخذوه الى المستشفى وفي الطريق لا باس صحيح معافى من كل الامراض ولا من قبل بعد من قبل في اخر لحظه كان يتصل معي في الفيسبوك كنت متصل معه في الفيسبوك اخر مره بعث لي واحد الميساج هكذا بالضحكه هذيك ها في الفيسبوك قلت له صباح الخير على 11 و 11 وربع هكذا وصل الوحده بالك عيطوا لي قال لي الله اكبر جانا الخبر ما قدرناش كان يحكي معك نورمال عادي عادي جدا ما هو مريض ما قال لي عندي سطر انا مريض والو ما على بالناش كيفاش كي عيطوا لي قال لي الله اكبر ما قدرتش نصدق الحديث هذا الابن اللي كان من المجتهدين من حفظ كتاب الله تعالى ومن المتفوقين في شهاده البكالوريا جينا للبيت نتاعو كنا نحتفل معاه وها هي الدنيا بمرارتها تدور علينا اليوم ناتي لنعزي شيخنا حسام بهذه الفاجعه بوفاه ابنه تقي الدين اللي نسال الله تعالى ان يكون له ذخرا في الجنه له ولامه ولوالديه وللقربى جميعا.